وانا في سوريا تمرنت بشكل متقطع، عمري ما تمرنت بشكل دائم يعني، بس ما كانش عندي ميموريز عظيمة عن الموضوع ده. ما عرفش ساعات بتبقى كان في كوتش معاكي، الجيم ما كانش رائع يعني، بيبقى في سبب خلى الموضوع في دماغك هو مش في أحلى صوره يعني. تعرفت على الكوتش مجدي وهو اللي كان مسؤول عني، سألته لو هو بيدي يعني كبيرسونال ترينر كمدرب خاص ناخد كلاسز لوحدنا، فقال لي أوكي، فابتديت أعمل معاه ده. بدأت أشتغل مع كندا على فين البدايه بتاعتنا، الفيتنس ليفل نقدر نبدا منه علشان نقدر نوصل كل شويه لستيب اعلى لحد ما نوصل اللي احنا عايزينه. انا ما كنتش من الناس اللي كانوا مدمنين على التمرين، الحقيقه كنت بشيل هم، كنت بشوفها طول الوقت كانت بالنسبة لي حاجة لازم أعملها وبأجلها، إن أنا أيوة لازم أتمرن، بس يلا الشهر الجاي، يلا الأسبوع الجاي، يلا بعد ما أخلص تصوير، يلا في الصيف، يلا في الشتاء. دايما بحس إن دي حاجة أنا لازم أعملها، بس بحسها لود هم عليا، وبحس إن أنا عايزة ألاقي لها الوقت المناسب بس مش عايزة أعملها. انا بطبعي مش من الاشخاص اللي ليهم خلق ان جنرال ان هم يهتموا بشكلهم في كل حاجه، ماليش خلق على الميك اب كتير، ماليش خلق ان انا اقعد اهتم بشعري، لبسي. انا بحب الاكل مثلا جدا جدا جدا، فباكل بسيب نفسي، برجع فتره بعمل كنترول. بالنسبه لي هي يمكن تكون حاجات مرهقه اكتر من كونها حاجات ممتعه، لغايه ما حسيت انه لا خلاص جه الوقت ان انا مش بس عشان فكره خسسان وتخن الى اخره، فكره عشان فتنس وعشان تبقى طول الوقت محافظه على لياقتك ومحافظه على نشاطك، عندك انرجي صح في شغلك وفي الحياة ومتقبلة الحياة أحسن. لا لازم أعمل الستيب ده. أنا بتمرن في النهار، عمري ما بتمرن بعد الظهر، ودايما بحاول أن أتمرن بدري يعني 10-11-12، بحاول أن ما أعديش الوقت ده. التزام وتحمل هايلة جدا جدا. وصلنا فين فيتنس ليفل، وصلنا في وقت صغير لحته كويسه جدا، رغم ان هي مش شايفه كده، بس انا شايف ان هو ده يوصل في حته كويسه جدا. بحس ان انا يومي عندي حاجات كتير اقدر اعملها في يومي، بحس ان انا لا لو مهما كان عندي مش عايزه اضيع وقت، يعني لولا ان انا بصور او سافرت سفريتين مثلا، غير كده مهما كان عندي بحاول ان انا الوقت ده خلاص، الوقت ده للتمرين ايا كان. يعني لو في اي حد هيسمعني بقول له فعلا بجد هيتغير ستايل الحياه، هيتغير، هيبقى بدل ما يبقى الواحد كئيب ومش طايق نفسه، هيبقى عنده في طاقه كده، في اقبال اكتر على الحياه، في حماسه. فشايفه ان هي فعلا حاجه في ظروف الحياه اللي احنا عايشينها الصعبه جدا والضغط وكل حاجه، فدي حاجه منفذ الواحد بيريح كده نفسه فيها، وفي نفس الوقت بيهتم بجسمه، بيهتم بصحته اكتر يعني.